نرحب بكم مشاهدينا بحلقة جديدة من حلقات المشهد الاجتماعي. يعود تاريخ التطوع إلى بدايات الوجود الإنساني، فالحاجة الإنسانية المشتركة بين الناس تحتم وجود علاقات متبادلة لتسيير الأعمال وتقديم الخدمات للمجتمع. يعد العمل التطوعي وحجم الانخراط فيه رمزا من رموز تقدم الأمم وازدهارها، فالأمة كلما ازدادت في التقدم والرقي ازداد الانخراط وانخراط مواطنيها في أعمال التطوع الخيري. أبرزت الأزمة في سوريا والظروف الاستثنائية التي تمر فيها أهمية الدور الذي تقوم به الجمعيات الخيرية التطوعية والأهلية في التخفيف من آثارها المدمرة. تابعونا بعد الفاصل. مشاهدينا نرحب بضيوفنا الكرام في هذه الحلقة، السيدة أحلام ديب من جمعية المقعدين وأصدقائهم، والسيد سميع الخطيب من جمعية تسامة. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم. يعني بالبداية سيدة أحلام، لنحكي عن العمل التطوعي، حضرتك من جمعية المقعدين وأصدقائهم. مثل ما بنعرف الشعب السوري يعني من المعروف عنه عشق تراب سوريا متأصلة فيه، وأيضا العمل التطوعي ليس جديد على الشعب السوري. مفهوم العمل التطوعي بالبداية؟ العمل التطوعي أنا برأيي هو كل عمل أو جهد أو مال يقدم أو فكرة أو أي شيء من هاي القصص ممكن الإنسان يقدمها بشكل طوعي بدون مقابل لتحسين واقع مجتمع، لتطوير مجتمع، هذا يندرج تحت إطار العمل التطوعي. والعمل التطوعي مثل ما قلتي حضرتك هو تاريخ وأزل ما بس بسوريا، هو بالعالم بشكل عام، لأنه بسوريا كان موجود من خلال مؤازرة الجار، من خلال مؤازرة الجريح، من خلال إذا حدا توفي، يعني كل هذا طوعا الجيران بالحي بالقرية، بالعمل لتنظيف مثلا مدينة شوارع، كل تشجير كل هذا كان قبل الأزمة يندرج ضمن إطار العمل التطوعي. وبشكل طوعي كل الناس أو المهتمة بهكذا أعمال برغبة شديدة بتقوم بالعمل من دون مقابل، من دون ما تنتظر حتى كلمة شكر، لأن الشكر هو أخذتي مقابل. فوقت أنت حتى مو ناطرة شكر من حدا، فمعناتها أنت جاي برغبة شديدة فقط لتقدمي عمل وتكوني أنت مستمتع بهذا العمل. نعم. أستاذ سميع، الشخص المتطوع، حضرتك من جمعية تسامة ويوجد شباب متطوعين، وبالبداية رح تحكي لنا عن هالجمعية، بداية أهداف جمعية تسامة. جمعية تسامة هي اختصارا للتجمع السوري للإصلاح والمشاركة الأهلية، هي عبارة عن لؤلؤة تشبها بالكريات البيضاء بجسم الإنسان، هبت لنجدة هذا الوطن والدفاع عنه، تعنى بعوائل الشهداء والجرحى والمصابين، مصابي الجيش العربي السوري ومن في خندقهم، كذلك الأمر المهجرين قسرا المتضررين من هذه الحرب السيئة والفقراء المستضعفين. هذا أول أهدافها. تتبنى المواهب والطموحات، أكانت ثقافية، فكرية، فنية، تعليمية، وتعمل على إيصالها إلى المنابر المطلوبة وتحقيق طموحاتها. جمعية تسامة جاهدة تحث على تعزيز دور الفرد والإيجابي في هذه الأزمة، من
حيث الندوات والملتقيات للحث على العمل التطوعي، لأن أهم ما في العمل التطوعي وأجمل ميزاته أنه نابع من الذات، نعم، خالي من أي شائبة. صحيح، يعني يعني ذكرت أستاذ سميع تتعاملون مع المواهب ضمن نعم. هاي الجمعية، شو بدك تحكي لنا كيف بتنموا هاي المواهب، شو عم تقدموا لهم؟ الحقيقة نستعد أو نجهز لتقديم ثلة من الأطفال أو في السن المحير في إحدى صالات البلد أو دور الثقافة في البلد لتقديمهم إلى العلن، أكانوا شعراء أم كتاب أم فنانين. وكنا قد، لا أدري إن كنت على اطلاع، كنا قد أعلننا عن مسابقة تحت عنوان باتجاه الشمس من أجل استقطاب هذه الأقلام الواعدة وهذه الفراشات الملونة، نعم، لكي تأخذ فرصتها. نعم، مثل ما بنعرف حضرتك بتهتم بالفن التشكيلي، صحيح، أو حضرتك فنان تشكيلي، صحيح، يعني بتشخص هالشي ضمن المواهب، بتقدم لهم موهبتك، يعني بتنميها فيهم من الموجودين. أقل منا أن الإنسان يقدم ما يملك من رصيد أو خبرة صحيح، أو معلومات، أقل منا ما هو عم بيقدم جهده ووقته وماله ونفسه وإلى آخره، فما بالك بأفكار أو معلومات. لكن أنت الآن شغلك الشاغل، أنت الآن شغلك الشاغل هذا الواقع، ولن أستحي إن قلت المرير، ما هيك؟ نحن الآن هناك دائما نعم في أولويات، ظروف، يعني نعم نمر هناك في دائما ظروف، أولويات في العمل التطوعي هو اليوم لمساندة هذه الظروف، ومن ضمن الجمعية حضرتكم عم تقدموا جانب الإنساني اللي ذكرته بالبداية، صحيح، في أهداف إنسانية سامية عم تقدموها من خلال جمعية تسامة. يعني رح نحكي بالتفصيل عن الأهداف والنشاطات اللي قمتوا فيها، لكن أيضا بنسأل الست أحلام بالنسبة للشخص المتطوع، الأشخاص المتطوعين، نعرف نحن بعد يعني هالأزمة بهالظروف في أشخاص كتير تطوعوا، خلينا نحكي عن صفات الشخص المتطوع باعتبارك على باعتبار على احتكاك مباشر حضرتك معهم. هلا أهم صفة عند الشاب أو الشاب اللي بيجي بشكل طوعي على مكان حابب يتطوع فيه، هو إنه شخص غير أناني، شخص معطاء، شخص له مصداقية، يحب العمل الجماعي، يعطي كل ما يملك للغير، يعني أفكاره ما أنا ملك شخصي، تكون ملك للجماعة، منضبط. فهي صفات الشخص المتطوع، مو هو التطوع، مو هو مزاج، نعم، التطوع هو أخلاق وهو التزام. ممكن نحن بلحظة من اللحظات نحتاج المتطوعين بساعات عمل طويلة، ممكن نحتاجهم بأوقات ضرورة أن يكونوا بأماكن مثلا بالليل أو كذا، لأني نحن بظرف صعب، نمر بظرف صعب بالبلد، أكيد هذا الشخص بده يكون جاهز لأنه يلبي دائما مستعد، لك، نعم، لأنه عنده إيمان بالعمل التطوعي، عنده إيمان بالعمل الذي يقوم به من خلال المكان اللي لجأ له لأنه يقوم فيه. نعم، يعني اليوم على جميع الفئات بشكل عام أن تكون جاهزة مثل ما ذكرتي حضرتك، وفعلا في أعداد كبيرة عم تتطوع. خلينا نحكي عن ثقافة العمل التطوعي، أهمية العمل التطوعي، قديش له أهمية بهالظروف، قديش لازم نحس هالشباب دائما ليكونوا جاهزين ومستعدين لتلبية يعني هالظروف اللي عم طبعا. نمرق فيها. طبعا نحن تفاجأنا شبابنا، نحن كنا مفكرينهم انه بجوز هن يعني للتسلاية الا انه الظرف خلق او طلع الابداع اللي بداخله، طلع الطاقة الانسانية الموجودة الكامنة بداخله، واتجهوا من خلال منظمات، من خلال مجتمع اهلي، من خلال مبادرات، من خلال مدارس، من خلال يعني كلهم من خلال منبر احدى يعني
واتجه وحاول انه يقدم شيء جميل للبلد. نعم ثقافة ثقافة التطوع يعني اسا ما انتشرت بطريقة يعني على مستوى الوطن او على مستوى المجتمع، الا انها احاطت بشريحة مهمة هي نعم شريحة وهي الشريحة الشباب. عم تقدم بشكل لفعل فعلي يعني. هي اهم نعم شريحة وهي الطاقة الكامنة فعلا مثل ما قلنا، وهي الخلاقة والمبدعة واللي دائما عندهم مبادرات. اذا لاحظتي في شباب من دون ما يكون في نعم يعني مجتمع دائما عندهم اهلي أفكار دائما عندهم، جديدة ليقدموا لكن شيء. عندهم مبادرات صغيرة، فكلياتنا كنا مؤازرين لهي المبادرات من خلال جمعيات ولا منظمات، منشجع من 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 ندعم من الخلف لحتى هدول الشباب يوجدوا ذاتهم من خلال العمل اللي عم يقوموا فيه او الفكرة اللي عم يقدموها نعم للمجتمع. حتى يلاقوا نتيجة يعني أكيد لحتى يضل عندهم اكيد هذا الشعور إنه هني حابين يقدموا كل شيء عندهم. أيضا أستاذ حضرتك عندكم متطوعين شباب، صحيح. احكي لنا عن يعني شو اللي عم بيقدموه هالشباب ضمن هالجمعية من ناحية التطوع، كمان عم تهتموا بجوانب أيضا في ظل هالظروف للجرحى الجيش عم توقفوا لجانبهم، خلينا نحكي عن صلب الموضوع شو عم تقدموا؟ ماذا نقدم؟ بس بدي أضيف إذا بتسمح لي سيدي أحلام. تفضل. الحقيقة العمل التطوعي، وأنا قلت في مكان سابق، هو التربية في البداية. التربية يبدأ منذ الصغر. معروف أن الإنسان كائن اجتماعي محب للخير بالفطرة، صحيح، مفطور على حب الخير. هلأ وما يؤكد ذلك أن ما يسمى في العصر الجاهلي كان هناك ثلاثي إغاثة الملهوف، نصرة المظلوم، وإكرام الضيف. نعم الحقيقة هي الآن يمكن من الفقرات والمواد الأولى بالدساتير الحديثة والحالية، أنا حكيكي عن العصر الجاهلي. جاءت الرسالات السماوية لتؤكد الإحسان، البر، العمل الصالح. الحقيقة أنا بحثت بين دفتيك، ما استطعت من قراءة الكتب السماوية، وجدت أنها كلها يختزل مضمونها بهذه الثلاث كلمات: الإحسان، البر، والعمل الصالح. نعم هكذا العمل التطوعي. إلى الآن نعم. لم نتخصص، إلى الآن لا زلنا نعمل في كل الاتجاهات وفي كل الميادين، نعم. وأينما طلبنا نحن إن شاء الله وتعالى متواجدون. طبعا المتطوعون الحقيقة مشكورون، كل حسب جهده، حسب وقته، حسب إمكانياته. هلا إذا حكينا عن كل فقرة ممكن نحطها، إذا عملنا جدول بيكون عندنا مثل إذا إيجابيات أو سلبيات أو معوقات العمل التطوعي ومسهلاته، خلينا نعم. نقول، أو مساعدة. نعم. يعني بالضرورة هناك قد يحدث تضارب ما بين النشاط التطوعي ووقت المتطوع. صحيح. ليس لن أخوض بهذه، إنهم يقومون بكل ما يستطيعون، جهد نفسيا، فكريا، عضليا، ماديا، يعني يبذلون الغالي والنفيس في سبيل إنجاح هذا العمل الخيري. عملنا قد يكون جولات ميدانية على رجال الله كما يسميهم الكثير، وهم يستحقون هذه التسمية. نعم. قد يكون جولات ميدانية على رجال الله وبلا أي حدود، بلا أي جغرافيا، يعني أينما وجب كنا، أينما سمحت الحالة أو الظرف الأمني. هناك زيارات على المدنيين أيضا، ويأتيك العمل ضمن مقر الجمعية. نعم. أنا لا أريد أن أكون أناني وأخذ كل الحديث. نعم لا نحكي نحن عن نشاطات جمعيتكم ونشاطات أيضا جمعية المقعدين وأصدقائهم، يعني بنعرف مثل هالأيام صار في جمعيات كثيرة كلها عم يعني تقدم الخير، عم تقدم المحبة، عم تقدم العون، فعلا وقفت بجانب بعضها وتكاتفت مثل ما وقف الشعب السوري بهالظروف، وهالدليل على أهمية يعني العمل التطوعي والتكاتف والتكافل بشكل عام. سيدة أحلام لنحكي عن يعني ما الذي يدفع الشخص بشكل خاص ليكون متطوع؟
يعني دائما الإنسان عنده دافع ذاتي نابع من ذاته، لكن في مقومات أساسية، في ممكن نحكي عن يعني شيء ثقافي عام، ندوات، إقامة دورات، إقامة، ممكن يشوفوا بعض الأعمال يعني تخليهم يندفعوا. أنا برأيي الظرف الواقع نعم، هو كان حافز للشباب، يعني من خلال تجربتك حضرتك، يعني بلشتوا بجمعية كان في يمكن عدد معين، كبرت هاي الجمعية، صار لكم نشاطات، غطيتوا شيء كتير حلو رح نحكي عنه هلأ طبعا بالتفصيل. طبعا طبعا نحن كنا على الأرض من بداية الأزمة، من خلال مبادرات قامت فيها الجمعية تفاجأنا بعدد كبير من الشباب والشابات اللي طرقوا أبوابنا وقالوا نحن جاهزين لأن نكون معكم. نتيجة الظرف اللي صار بالبلد، الفراغ أو الوقت الطويل اللي صار عند الشباب اللي ما عم يقدروا يملوه غير بالقهاوي، فشاب ورا شاب، دل شاب صبية دلت صبية، صار عندهم حافز لأنه ملوا حتى من حالة السكون اللي هن فيها وحالة الفراغ اللي هن فيها، صار في، وطبعا هن هدول عدد كبير، والنادرين اللي ما عندهم أي اتجاه أو أي مكان يتجهوا له لأنه يقدموا شيء الشيء اللي جميل. عندهم أكيد ففي منهم تجهل طفولة، وهي يعني هون هواهم، في منهم طفل انتموا لليافعين وحاولوا يقدموا شيء، في منهم راحوا لمراكز الإيواء وقالوا نحن قادرين هون نقدم، في منهم اجوا لمراكز أو جمعيات في عندهم ذوي احتياجات وقالوا نحن قادرين نقدم هون، فكبرت شريحة المتطوعين وكلهم من مكان رغبته انه يقدر يقدم شيء. فهي الشريحة وبالتعاون معهم وبأفكارهم خلاقة، أحيانا كثير نحن ممكن من خلال عصف ذهني ناخذ من عندهم أفكار كثير حلوة، ممكن تكون مبادرات حتى المبادرات. نعم، لأي عمل بدنا نحكي فنحن قديش هن كجمعية بيطرحوا أفكار مبادرات ممكن تتنفذوها على أرض ممكن الواقع ممكن طبعا تكون ممكن يعني إلى هدف لك. سامي فعلا. فنحن هدول الشباب اللي عندنا كجمعية، هلا نحن كجمعية المقعدين وأصدقائهم عملنا فريقين ليكون في روح التنافس، كل فريق إلى كوتش أنا بحييهم وبشد على إيدهم وبقول لهم أنا كثير بحبكم الفريقين، ففي روح تنافس بيناتهم كتير قوية، عضوتين مجلس إدارة مسؤولين عن إدارة هيدي المواهب وهيدي الشباب، ف ودائما في دورات تمكين لإلهم، دورات لإثبات وجودهم على الأرض، بحيث إنه أي عمل عم يقوموا فيه صار في شغب، صار في عدم إمكانية لأنه يسيطروا عليه، من خلال الدورات هلا تمكنوا من انه يكونوا قادرين انه يقودوا اي مبادرة كقادة وليسوا كشباب، نعم، يعني كقادة من خلال الدورات اللي اهلناهم لها، ونحن بنفتخر فيهم كثير، صاروا قادة مو بس بالجمعية، قادة بالمجتمع. كمان كنت عم بحكي انا وياكي هلا ست احلام تحت الهواء انه هؤلاء الشباب ممكن عم يقصدوا هالجمعيات بشكل طوعي ليقدموا الشيء الحلو عندهم، ممكن ليلاقوا فرصه ليعبروا عن الشيء اللي بداخلهم او فرصه ممكن عمل، لكن حكينا قلنا انه قد ما قدموا يعني قد ما اخذوا مقابل عملهم اكيد هو شيء بسيط وشيء رمزي، ما يعني ما ممكن انه يتقدر شغلهم مقابل أكيد الشيء الرمزي اللي عم ياخذوه. بالنسبه استاذ المشكلات، يعني دخلت هيك شوي بالمشكلات والمعوقات اللي ممكن تكون بالعمل التطوعي، مثلا العلاقة بين المتطوعين والموظفين الرسميين ضمن الجمعية أحد المشكلات. خلينا نحكي بشكل عام بالمجمل من خلال تعاملك باعتبارك رئيس مجلس الإدارة في جمعية تسامة. قبل الدخول بالمعوقات أو بالمشكلات بدي أقول الأزمة تجلت جوهرية الإنسان السوري بهذه العبارة: نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. فكل منبري وكل متقدم وكل متحمس للعمل الطوعي أو الخيري فهو شخص سوي وصحيح، من باب نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر، يريد أن يكون إيجابي بناء فعال ونافع. وقائي مش يعني بصراحة بالتأكيد هي 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 طريق، هي سلم بالنهاية، هي سلم. أحسنتي، نعم. المعوقات كنا عم نقول أو المشاكل، ما بعرف، على كل المعوقات الحقيقة هي بتروح ما بين اجتماعية اقتصادية نفسية أو شخصية وإدارية، إذا بتحبي نفصل. الاجتماعية
تتمثل. نحن قلنا أنه العمل التطوعي مقياس لحضارة المجتمع وتطوره، نعم هو صورة لهذا حقيقة المجتمع. مقياس يعني من خلال. إذا معوقات العمل الاجتماعي كنا قلنا الاجتماعية، الاجتماعية جهل المجتمع أحيانا معوق حقيقي، يعني أحيانا تتعرضين، أنا ما عم بحكي على حدا معين بالمطلق بالمجمل أعتبره كلام أكاديمي، أحيانا تتعرضين للتهكم، السخرية، ما معنى عمل تطوعي؟ الاقتصادي، العوامل المالية أكيد، السيولة، غيابها، انقطاعها، شحها من معوقات العمل التطوعي، لأن المال من أهم مقومات النجاح واستمرارية العمل الخيري قولا واحدا. الإدارية، تأخر المراسلات، صحيح، تأخر الكتب، تأخر الموافقات، هذا من معوقات العمل الإداري. صحيح. شخصية أو نفسية، يعني هناك من سأل أني أنا ماذا سأجني أو ما الفائدة من هذا العمل التطوعي؟ هاي باختصار إذا بتحب. نعم سيدة أحلام، يعني أيضا من خلال تعاملك مع العملاء ممكن يكون في يعني يصير بعض المشكلات بين المتطوعين وبين العملاء، بين أيضا الموظفين الرسميين وبين المتطوعين، من حيث المكان، ممكن البعد، الظروف، أيضا يعني بعض يعني المشاكل الواقعية اللي صادفتكم من خلال التعامل ضمن العمل التطوعي، باعتبار اليوم هو فعلا صار ركيزة أساسية يعني وعم يقدم شيء فعلا هدف معين. بدي أرجع أكد على تأهيل المتطوع، التأهيل والتمكين اللي ينطلق بالمجتمع بأي عمل أنت كلفتي فيه أو مو كشخص كمجموعة. نحن دائما بنركز على أنه العمل التطوعي هو عمل كمجموعة جماعة. نعم. لكن ما في عمل فردي. وقت اللي بتأهلي هذا الكادر ما عندك مشكلة، نعم يعني وين هون مكان الإدارة بتلعب دور أكيد كبير بالتنظيم أكيد بالتنسيق، تعزيز ثقته بنفسه، نعم تعزيز مصداقيته مع نفسه ومع المجتمع المحيط، تأهيل الكبرياءه، تأهيل القيمة الإنسانية أو تعزيز القيمة الإنسانية اللي عم يقدمها. صحيح. وهيدي كتير مهمة، إنه أنت عم تقوم بعمل إنساني كتير مهم، عمل مجتمعي كتير مهم. أنت البلد هلا بحاجتك، صحيح، انت بحاجتك كشاب هلا، انت اللي بدك تبني اللبنه الاساسيه بالمجتمع او ببناء سوريا الحديثه. فقد ما بنأسس وقد ما بنطور وقد ما بنأهل هذول الشباب اللي اجوا من طوعا وباراده نعم. ذاتيه كبدايه لعنا فكره، يعني هن لعنا جايين بشكل طوعي طبعا باندفاع ذاتي، لكن يعني ممكن الطريق يشوفوه لما بدهم يقدموا شيء، بعض المعوقات، ممكن عضو مجلس بالاداره، رئيس الاداره ممكن يساعدهم اذا يتابعوا عملهم بكل وسائل بكل وسائل الجذب، المحبه، احساسهم ان هن باسره، نعم احساسهم وحدة انهم الحال يعني موجودين بشكل عام. بمكان معهم رفقاتهم الثانيين، عم يتبادلوا خبرات، عم يتبادلوا صداقات، صار عندهم صداقات جديده، صار عندهم اهداف جديده، صار عندهم رؤيه جديده. فكل هاي القصص انت حسنتي من واقع هذا الشاب اللي هو بجوز بلحظه من اللحظات نتيجه الظرف صار بائس. وقت عم يقدم هذا العمل عمل له ابداع بداخله، عمل له فرح انه انا مجدي، انا قادر اعمل شيء بالرغم من الظرف الصعب للبلد. فهذا الابداع اللي نحن نعم. عم يعني نحاول نخلقه من هو خلاله، جندي يعني خلف جندي جنود الجيش العربي السوري، وجندي مهم. نعم يعني هون كمان قديش حضرتك استاذ عم تلعب دور بتقويه هؤلاء الشباب بالشيء اللي عم بيقدموه، برفع مستوى الشيء اللي عم بيقدموه من خلال الشباب اللي عم بيقدموه فعلا من قلبهم. لكن المسير يعني ممكن يكون ايضا في بعض المشكلات كمان بتتوسع لنا شوي، حابين نتعرف على الاسره الحلوه، الاسره التطوعيه اللي عم بتقدم هالشيء الحلو فعلا بالفترة الأخيرة، كتير يعني سلطوا الضوء على الجمعيات. الحقيقة هي الفائدة متبادلة. نعم. يعني أنا كما أفيد أستفيد أيا كان سن المتطوع، أيا كان سن الآتي إلى الجمعية من أجل تقديم عمل خيري. يعني له خبراته ولي خبراتي، له مبادراته، له أفكاره الجميلة ولي إلى آخره. إذن هي عملية تبادلية وليست معلم ومتعلم. يعني هو نحن قلنا بداية دخل متطوعا، يعني هو ما مكرها، ومتى ما قلنا متطوع إذا هناك لا يوجد أجر، لا يوجد أي مصلحة له سوى العمل الخير. أنت هنا توجهونه، هناك قنوات، هناك مفاصل
علما هو آت ولديه الرغبة والاندفاع والحماس للعمل. يعني ممكن أنا استمد منه طاقة إيجابية أكثر مما أعطيه، صحيح؟ يعني بمجرد أنه آت فهو يبحث عن تقدير الذات، الثقة بالنفس، يبحث عن دور إيجابي وبناء طبعا. يبحث عن إثبات نفسه وتحقيق الرضا النفسي والتوازن والثقة بالنفس. يعني هو الحقيقة مفعم بكل ما هو جميل ومفيد وصالح. نحن علينا أن ننطلق إلى العمل، أكان عسكري، مدني، صحي، تعليمي، ترفيهي، ثقافي وهكذا. نعم، هلأ نحن متابعين بهذا الموضوع، فعلا هو كتير حلو وكتير مفيد وهام بنفس الوقت، لكن نتابع تقرير لنتابع بجمعية المقعدين وأصدقائهم قدموا يعني العرفان. خلونا نتابع هذا التقرير لنشاط لإلهم مع البطركية وبنرجع نتابع الحلقة. وفيها العز والإيمان، فأنتم مثل ما قلتم رجال الله في الميدان. أول مرة إيبا من دورة صيانة مباراة، الحمد لله الله نجحنا فيها وكفينا مراحل حتى وصلنا للنهاية بفضل أساسي وبطركي وجمعية المقعدين والأصدقاء. كان عندك طموح انه تتعلم هيدا المجال، مجال الموبايلات والتصليح؟ انا عندي طموح من لما كنت صغير اني اتعلم مهنه بحياتي لاقدر اشتغل فيها بحياتي. الحمد لله اخر شيء تعلمنا نهايه الحياه تعلمناها. هلا عندك اسس لحتى تبلش شغلك الجديد؟ عندك محل او عم تفكر تكمل بالبيت او كيف؟ هلا مبدئيا بالبيت، بما زبطنا وضعنا كفينا عدتنا كلياتها وبعدين نفتح محل اذا الله راد. شو بتقول للجرحى يلي لسه ما رجعوا بدأوا بحياة عملية من جديد؟ ما حد يقاس من شيء، كل شيء موجود، ما تيأس دائما. وأي جريح بده أي شيء في هون جمعية المقعدين بتأمل له أي شيء بده إياه، علاج، مهنة، شو ما كان بتقدم له ما بتقصر، ما قصروا معنا والحمد لله. نشكرهم كثير لجمعية المقعدين وأصدقاء بلاطقية وبشكر البطركية كلهم. جينا هون سوينا دورة صيانة موبايلات، تعلمنا فك وتركيب وتصليح موبايلات، الحمد لله. إن شاء الله بركي بالمستقبل نفتح محل ونباشر حياة جديدة من أول وجديد. تابع الدورة بتأهلك لحتى أنت تبلش تشتغل مصبوط؟ إن شاء الله أي. يعني أخذنا رؤوس أقلام مبادئ، إن شاء الله نتابع. بشو بدك تبلش بعد ما خلصت الدورة؟ هلا مبدئيا بدنا نرجع نقوي، لأنه نحن هلا أخذنا القاعدة الأساس يعني، فبدنا نبني على هاي القاعدة لحتى نقوى أكثر وننطلق بمحلاتنا، يعني بشكل إنه مبسط أولاً، يعني راح يكون ما إنه راح نوصل على القمة مباشرة، أولاً بشكل مبسط بعدين لحتى نطلع الدرج درجة درجة يعني مثل ما بيقولوا لحتى نوصل للقمة إن شاء الله. تعتبر إنه صار عندك الأساس هلا؟ إيه أكيد أكيد، وأساس قوي طبعاً. هدف الدورة اجتماعي وإنساني لأبطال الجيش العربي السوري المصابين، وفي منهم إصابته كانت تعيقهم يتحركوا برا البيت، يعني كإصابة الأطراف السفلية وأطراف العلوية، كمان فقدوا مدخول مادي كان يجيون من راتبهم نتيجة خروجهم من الخدمة يعني، وحاجتهم لاستمرار بالحياة، يحسوا شيء جديد يشغلهم وقت فراغهم هن قاعدين بالبيت. فكانت فكرة صيانة الموبايل هي فكرة جيدة كونها تتطلب تشغيل العقل أكثر من الجسد الموجود يعني، وفيها مدخول مادي مناسب. وضعهم هني بيسمح لهم إنه يشتغلوا بالثقة أكثر. ليش؟ لأنه اللي بيشتغل الإنسان السليم عنده مواعيد وعنده شغل، هني فيك تقول دائما قاعدين ورا طاولة الصيانة أو بالبيت، وهذا الشيء بيعطيهم مجال إنتاجية أكثر ويحسوا إنه موجودين أكثر بالحياة يعني. قد استمرت الدورة؟ الدورة هي 4 شهور، بلشت من 4 شهور، هلا تخرج الطلاب وقدموا لنا المركز هون رعايه، قدم لنا هدايا رمزيه ودعمهم مستقبلا اللي بيفتح محل او بيفتح بده مساعده قدموا له المساعده يعني.
طبعا يعني تابعنا هالفرحة بعيونهم، بدنا نقول لكم فعلا عم تقدموا شيء كتير حلو. خلينا نحكي عن تفاصيل هالمبادرة، مبادرة العرفان، كيف بدأت، كيف يعني هن تواجدهم يعني وتجمعهم وفرحتهم هي دليل على ثقتهم الكبيرة فيكم، فخلينا نحكي عن المبادرة بتفصيلها. هلأ أنا رح أقول لك، عرفان هي مبادرة وصيانة موبايل تمكين وتأهيل. فعنا أول شيء بلشنا مع الشباب جرحى، أبطال جرحى الجيش العربي السوري الشلل السفلي والبتورة، اختصينا بهدون الشباب اللي هن الهم والشاغل هلا بالنسبة لجمعية المقعدين. بلشنا معهم بدورة عرفان وهي عرفان بالجميل وإمكانية الاستغناء عن خدمات الآخر، بالتعاون مع أطباء من كافة الاختصاصات اللي هن وضعهم الجديد صاروا هن بحاجة، لأنه يعرفوا عظمية، عصبية، داخلية، نفسية، علاج فيزيائي، دعم نفسي، بولية، كل هاي الاختصاصات بالتعاون مع أطباء بشكل طوعي، نرجع منقول بشكل طوعي، كانوا ممنونين أنه كان في إلهم لقاء مع جرح الجيش، وكان في إلهم محاضرات معهم وتفصيل دقيق لدق تفاصيل وضعهم الجديد. طبعا هن بالبدايه مو بالسهوله اجوا لعنا، بس وقت اللي اجوا لعنا وعرفونا حبونا ونحن صاروا جزء من يومنا ومن تفاصيلنا، صاروا جزء من جمعيتنا ومن عائلتنا. ولهلا في شباب من الدوره الاولى في تواصل مباشر وحسيس معهم. بعدين اردفناها بدوره تمكين اللي هي دوره صيانه الموبايل، مشكوره بطركيه الروم الارثوذكس العلاقات المسكونيه، فكثير مشكورين لتعاونهم مع جمعيه المقعدين ونحن في شراكه تقريبا مع بعض. فكانت هي الدوره مموله من جوبا بدعم للمدرب، كان مدرب كتير مميز وكتير كان صديق وأخ للشباب، وعطاهم بسخاء شديد كل المعلومات اللي بيحتاجوها. وطبعا كان في دفع لأجار الطريق، لأن هذا جريح ما قادر يدفع أجار الطريق، حتى نشجعه نجيبه كان في دفع أجار الطريق، في منهم كنا نجيبه من المشفى العسكري بالصحية، في عندهم ما عندهم إمكانية يجوا كنا نجيبهم بالصحية. ذكريات كتير جميلة هلا عم تراود مخي، كيف نستقبلهم بحب شديد، يعني هن هذا الجانب الجميل اللي بداخلنا. بالأخير كان في هدية من كمان من البطركية مشكورة، العدة اللي بدهم يشتغلوا فيها لاحقا، جبنا التمويل الصغير الوطني للتمويل الصغير، كمان التقوا معهم مين عنده رغبة يكون في عنده يحقق الشروط اللي هن حكوها، وكانت بصراحة شروط ميسرة لإلهم، اللي عنده رغبة يكمل ويعمل مشروعه الخاص. كثير سعيدين انه في شيء 5 فتحوا محلات، في جزء هلا عم يستعد لانه يأهل حاله ويفتح محل. يعني بعد الدورة ست أحلام بتتابعوهم، بتكونوا بجانبهم لا يبدأوا بمشروعهم، يعني العدة تأمنت من خلال التعاون مع مؤسسات أخرى. هون بدنا نحكي عن يعني التعاون مع المديريات الأخرى أو المؤسسات الأخرى، كيف عم يتم التأثير الحكومي بشكل عام على الجمعيات، كيف عم بيتم، هل يتم التحديد أو شروط معينة مثل ما ذكرتي حضرتك، وكيف عم بتكون هاي الشروط؟ بعتقد هو شروط ما أنا قادرين كلهم يحققوها من خلال هيدي الوطنية للتمويل الصغير، من خلال هلا مثلا أنا عندي شاب بده قرض كبير فما قادر يحقق الشروط، في ضمن شروط معينة، في شروط، العدد كبير، يعني العدد كبير والوجع كبير، صحيح، والظرف صعب، فبدنا نآزر بعض قدر الإمكان. هلا مثلا احد الشباب بده لابتوب، فنحن عم نسعى لانه نجيب له لابتوب مشان يكمل شغله من خلال اللابتوب. في منهم عنده تعسر بمكان معين، في منهم يعني عم نحاول نتابع، مو عم نحاول، عم نتابع قدر المستطاع مع هؤلاء لحتى يوقفوا على اجريهم يقدروا يفتحوا محلات خاصه فيهم، حتى لو من خلال بيوتهم الناس عم تآزرهم، لانهم شباب جرحى وجرحى الجيش العربي السوري. هلا في عنا دوره ان شاء الله لصيانه الادوات الكهربائيه عم بدنا نعلن عنها، كمان رديفه،
نحن سعيدين بهي الصور وبهي المقاطع اللي نزلتوها، وانا كثير مبسوطه انه نزلته من العرس الجماعي اللي صار. اكيد العرس الجماعي يعني كان هاد له حكايه ثانيه واسطوره اخرى، يعني نحن غطيناه كله. هلا طبعا بدنا نمر بكلمات عن العرس الجماعي، لكن ايضا بدنا نسال الاستاذ سميع، حضرتك اشتغلتوا بالمواد الطبيه مع جرحى الجيش، كان لكم ايضا نشاطات ومبادرات مع جرحى الجيش العربي السوري، شو بدك تحكي لنا عن المبادرة اللي قدمتوها أو الشيء اللي قدمتوه؟ هي ليست مبادرة واحدة، هي أي نعم الجمعية تأسست بال 2015، لكن الحقيقة عملها بدأ مع بداية الأزمة، يعني منذ حوالي 6 سنوات. ولفتني التقرير الجميل، مشكورة البطريركية جدا. نعم يعني احنا كمان كنا نسألك شو رأيك بهالمبادرة، مبادرة العرفان، والتقرير اللي شفناه حول هالشباب اللي عم يتعلموا شيء جديد ليبدأوا حياتهم بمشوار جديد. رائعة الحقيقة هذه المبادرة، وكل مبادرات المجتمع المدني رائعة وجميلة وتقدر وتسمن. نعم. وكلنا نقف لها باحترام. كنت عم أقول نشكر البطريركية، أنا الحقيقة في أكثر من موقع وفي أكثر من مجال لمست أن لها دور كبير وأثر بالغ. مشكورة جمعية المقاعدين على هذه الـ مشكور الإعلام أيضا، هنا لفتني أن الإعلام له دور كبير جدا في خلق روح المنافسة، في الحس على العمل منافسة شريفة، منافسة رياضية. صح. الإعلام له دور محرض، يعني أنا قلت أيضا وفي أكثر من مكان بكل فخر واعتزاز، نحن قدمنا لوزارة الدفاع سيارة إسعاف، قدمنا لوزارة الصحة سيارتي إسعاف، وهناك سيارة جاهزة للتقديم أو ربما نحتفظ بها للجمعية. نعم. أيضا سأستغل هذا السؤال تحديدا لأقول إلى أحبائنا الذين تماسلوا إلى الشفاء وما عادوا بحاجة الكرسي أو الووكر، أن يعاد إلى الجمعية، لأن هناك من ينتظر. لا. نحن لنا حوالي أو أكثر من 400 كرسي منتشرة عند أحباب الله، وزعنا أكثر من 500-600 ووكر عكاكيز، لا أعرف الرقم الحقيقة كبير ومهول. هنا لابد من التنويه إلى أننا نحن بدأنا مع بداية الأزمة، كنا نعمل بشكل فطري، بشكل عفوي، بشكل فيه كثير من العاطفة. نعم. بدأت الداتا. نعم. والورقية. كثير من العطاء، لكن كان في البداية لا يوجد هذا الرقم الكبير، يمكن هلأ صار صرتوا بحاجة لتسترجعوا بعض كل من استغنى. أنا أقول فقط. نعم. نداء، أنا أقول لكل من استغنى، لا لا لا، كل من هو بحاجتها. صحيح. على الرأس والعين، كل من استغنى وتماسل إلى الشفاء ولم يعد له بها حاجة، أن يعيدها، لأن هناك من ينتظر. عرفت كيف؟ طبعا نحن يعني هذا الطلب ممكن فيه إضاءة على أن هل بدأت موارد الجمعية تقل؟ لا إن شاء الله لن تقل، ونحن مستمرون، لكن نتعرض الآن لموقف يقال بالعامية بايخ. لنا حاويتان في المرفأ، لنا حاويتان في المرفأ تحتوي كل هذه الأشياء التي أنا أطالب إن كان هناك من انتهى منها أن يعيدها، لكن لم نستطع إدخالها واستلامها لأسباب الروتين والبيروقراطية والورقيات وما شابه. نعم. نجم عليها غرامات مالية باهظة، كما أنت بريئة من هذه الغرامات نحن بريئون، ولنشوف شو الله كاتب إن شاء الله. يعني يا رب هيك دائما بتقدموا الشيء المنيح دائما، لأنه فعلا هن بحاجة وهن بيستحقوا، دائما نوقف لجنبهم ونعطيهم الشيء اللي هن بحاجته. السيدة أحلام، كنا عم نحكي أيضا عن يعني مبادرات أخرى، نشاطات أخرى قدمتوها وقمتوا فيها ضمن الجمعية، يعني أكثر مبادرة حسيتية وقفتوا فيها وقدمتوا فيها الشيء اللي خلى هالشباب يكونوا بهي الروح بهي المعنوية اللي شفناها هلا. هلا نحن كنا سباقين للعمل على الأرض من بداية الأزمة، طرحنا فكرة من فائض الخزائن، طبعا وإجت قافلات من البيوت، أطفال يجوا يجيبوا لعبة ولا يجيبوا شوز ولا يجيبوا، فإجت قافلات شباب متطوع ننسق ويرتب ويفرز، نطلع فيهم على مراكز الإيواء نوزع على مدى سنتين. نعم. هذا بالإضافة لمبادرات بالمدرسة الليلية، مبادرات لتلبيس الأطفال اللي بدهم يروحوا على المدرسة ثياب شتوية، طبعا هي كلها مبادرات جمعية بحتة وبمساعدة متطوعينا.
وتطورت القصص وصرنا نطلع الحمد لله يعني ندعم، وهو مو دعم، هو دعم لنا للشباب بالصفوف الأولى بالجيش العربي السوري، دعم لنا وجودنا معهم، ودعم لهم وجودهم بالجبل. جرح الجيش الله يشفيهم ويعافيهم، هن بقلوبنا وهن معنا وهن اهتمامنا العظيم هلا لهم من خلال التمكين والتدريب والتأهيل والدعم النفسي. طبعا مبادرات كثيرة إذا بدنا نمرق عليها. الجمعية جمعية ومثل كل الجمعيات اشتغلنا على الأرض، لأن الأرض بحاجتنا لحتى تتعافى سوريا. نحن بدنا تعافى سوريا ليتعافوا أولادنا، حتى صحيح. ننهض نهضة رجل واحد إن شاء الله. نعم، يعني وجودكم بجانب هالشباب يلي مثل ما ذكرتي بالجبل، مثل ما بنعرف عم تطلعوا مجموعات لعندهم على الجبهات وعلى الجبال، احكي لنا شوي يعني عن هالطلعات، شو كان إحساسك، شو كان شعورك، شو كان إحساسهم هن وشعورهم، شو قدمتوا لهم بطلعات؟ صراحة نحن بنروح لنجيب دعم لحالنا، بنروح لنتزود بزوادة الحب اللي هي موجودة، بس نتزود بطاقات جديدة، لنتزود بإيمان، بإيماننا بأنه هاي البلد هي باقية منذ الأزل وستبقى بوجودهم بإذن الله، بوجودهم صامدين، بوجودهم بإيمانهم راسخين بالبرد بالثلج بالشوب بالعطش ما عندهم مشكلة بشي، عندهم مشكلة أنه راسخين بأماكنهم حتى يدافعوا عن أمهاتهم وأطفالهم. نعم، أيضا أستاذ يعني حضرتك بتطلعوا وبتقدموا لهالشباب، يعني بشكل عام العمل التطوعي اليوم لأي حد بيأثر بشكل فعلي وبناء على المجتمع، يعني شفنا في جمعيات كثيرة في عم بيقدموا الشيء الخيري، عم بيقدموا المحبة، عم بيقدموا الشيء المادي المعنوي من كافة النواحي. نعم. لأي حد يعني كقيمة يعني معنوية ونفسية ومادية نهضت بالمجتمع، نهضت وكان له الدور الكبير. يعني من أهم آثاره التماسك الوطني، اللحمة والإخاء. نعم. التماسك الوطني، اللحمة والإخاء، لا يجمع بينهم أي شيء سوى حب الوطن. الحقيقة هون سأمرر، لو قدر للسوري، لن أقول للإنسان بشكل عام، لو قدر للسوري أن يكون له ثلاثة أولياء أمر لكان الأب الأم والوطن. نعم. يعني كأنه الولي الأمر الثالث، وهذا واضح وجلي عند كل سوري. يعني الفرد، قلنا ومر في حديثنا، الحقيقة أنا لا أحب التكرار، قلنا ومر في حديثنا أنه رفع من معنويات الفرد. نعم. أحسسه بذاتياته، بكيانه، برضاه النفسي، بطمأنينته، بالتوازن، بدوره الإيجابي البناء الفاعل. نعم. أدى إلى التماسك، التآخي، الحب. نعم. هذا التلاحم، يعني بتشوفي ما شاء الله ما يشبه الجيش، المختلف الأعمار، مختلف الانتماءات، مختلف المشارب، يسير باتجاه ما لا لا لا, لا غاية له إلا رسم الفرح. نعم. وتقديم ما لديه من محبة. نعم. نعم. أيضا يعني كنتوا تطلعوا مجموعات لصفوف الجيش في الجبهات، في الصفوف. نعم. المتقدمة، كمان حكينا عن هالطلعات، يعني قديش كان فيها من المودة والمحبة، قديش كان فيها الشعور الرائع سواء من طرفكم أو من طرف جنودنا الغوالي اللي هن فعلا بحاجة لتكونوا جنبهم ولنكون كلياتنا جنبهم. صحيح. تفضل. صحيح. كنا نشعر بالفخر، بالاعتزاز، كنا نشعر، يعني هناك مصطلح يستعمله دائما الأستاذ عمران والأستاذ رياض الأب الروحي للجمعية، كنا نحج، مع أنه يعني ولو كان فعلا هو وقع حج، لو هو كان حج. نعم. صدقت. نعم، دائما يقولون كنا نحج أو عدنا من الحج، كنا نتبارك. والله الحقيقة أعتقد أنني لا أستطيع أن أصف، أو لا يوجد كلمات أو تعابير، لأن الحقيقة الجندي السوري بلغ من القدسية
ما صرت صغيرة أو عاجزة عن التعبير. كلمات صغيرة والله لا تعبر، والله يا أخي لا تعبر، فعفيني من هذا السؤال. نحن عم نسألك لنسمع هالكلمات منك، لتحكي لنا إذا صار معك شي موقف يعني ضل بالذاكرة، موقف محبة وموقف طيب أكيد بالجبهات مع هالشباب، احكي لنا إذا متذكر عن شي معين. أنا في عندي إذا معك. تفضل. تفضلي. بيكون تذكر الاستاذ كمان بدنا نسمع. انا في عندي حادثه هي مو بالجبهات، هي بمقر الجمعيه. تفضلي. نحن عندنا مركز علاج فيزيائي، احد الشباب اللي وجهنا لمركز العلاج الفيزيائي، طبعا هو بطل من ابطال الجيش العربي السوري، هو شلل رباعي، بس ايمانه بالبلد وايمانه بسوريا وايمانه بامهات السوريات وايمانه باطفال سوريا كبير، لدرجة انه كان مسطح على الطاولة والمعالج الفيزيائي عم يشتغل معه، فعم يسأله انه انت ليش وصلت حالك لهون او كيف وصلت لهون، قال انا عم دافع عن بلدي، انا ماني مرتزقة، انا لو كنت هيك انا معتد، انا حاسس اني ما قدمت اللازم اقدمه، اسا في عندي شيء لازم اقدمه وبدي اقدمه من خلال نيت، من خلال مع انه رباعي. فهذا الشاب واغلب شبابنا، في عندنا شاب ثاني من خلال موقعه كمان شاب شلل رباعي، من خلال موقعه ومن خلال كتاباته اللي بتدمي العيون وبتدمي القلوب، عم يحفزنا لانه نحن نشتغل كل يوم اكثر واكثر. صحيح، يعني حتى عم يسطروا واقع، عم يذكرونا برفقاتهم، عم يتذكروا تفاصيل صغيره بيتمنوا إسا هن يكونوا موجودين بالخطوط الأولى، إلا أنه واقعهم صار بمكان آخر، فهن مصرين أنه من هذا الواقع الجديد إسا هن قادرين يستمروا ويعملوا حافز للشعب، حافز لرفقاتهم، حافز لأنه نظل نحن مستمرين إلى النصر إن شاء الله. نعم، يعني فعلا حالي مثل هالحالات، وهن بوحدة حال هالشباب بضمن يعني هالمجموعة، أكيد شاب منهم بيحفز الآخرين، بيكون لجانبهم بيحفزنا نحن قبلهم. أستاذ يعني لازم تكون تذكرت أيضا شي حادثة باعتبارك أيضا بتطلع وبتكون جنبهم وبتوقف معهم وعم بتقدم لهم الشيء اللي كتير هن بحاجته. والله هي الحقيقة الطلعات كثيرة ومكثفة والحمد لله موثقة ومؤرشفة. بالله لا, لا, لا ليس في ذاكرتي أي حادثة بعينها، لأن والله كل تفصيل في كل جولة أو بادرة أو مبادرة سموها ما شئتم، كل تفصيل منذ يعني لحظة التحضير إلى لحظة الوصول وما بينهما الطريق وتبعاته هو جميل وله وقع وأثر بالغ فقط لا خير. نعم، يعني عمل المجتمع المدني في هذه الظروف، يعني هل تعتقد أنه قادر على تغطية يعني احتياجات المجتمع في الظروف الراهنة بشكل عام العمل التطوعي؟ وحده كلا، وحده كلا، بحاجة إلى مؤازرة، بحاجة إلى دعم، يعني الحقيقة على مبدأ يد واحدة لا تصفق. نعم. والمجتمع المدني ملحوظ ومرئي ومشاهد أنه والله لم يقصر وقام مشكورا، أكان فرد أم خلايا أم جمعيات أم تجمعات، قاموا بكل برأي خيطه برأي المتواضع بكل ما يستطيعون، أو إن شاء الله بيطلع معهم أكثر. حتى طوروا عملهم، اتطور عملهم على الأرض نتيجة الظرف، اتطور عملهم فكان بسيط فصار يعني مؤدلج اكثر، يعني نمو، يعني هي عمليه طبعا. التطور والنمو شغله اوتوماتيكيه، يعني هي لا تحتاج يعني النمو الطبيعي. نعم. اي شيء بيكبر الحقيقه لا بحاجه الى مؤازره، بحاجه الى دعم. يعني انا على سبيل المثال ولو كنت مخطئا صلحوا لي، بعرف ان كل المعونات والاغاثه التي تاتي عبر المنظمات الدوليه أعتقد أنها يجب أن توزع بالعدل والتساوي على كل من يعمل في حقل الإغاثة. نعم.
تفضلي. نعم يعني عم لاحظ استاذ سميع عم تحكي بطريقه يعني وحده حال بهي المحبه بهي التاثير، يعني حتى عم يكون لك اثر اكيد كثير كبير مع الموجودين معهم من خلال الاعمال اللي عم بتقدمها، الشيء الحلو اللي عم تقدمه من قلبك. قديش هذا الموضوع اثر بنفسيتك، اثر بشخصيتك من لما حسيت حالك بدك تكون شخص متطوع لتكون بجانب صفوف الجيش العربي السوري او لاي فرد موجود ضمن الجمعيه؟ أثر بالشكل اللائق والإيجابي. نعم. يعني بالنهاية هذه الأزمة أظهرت معادن الناس باختصار شديد. الحقيقة الذهب يبقى ذهب والخبث يذهب هباء، هكذا أثرت. أردنا معادن الناس، أردنا جواهر الناس، رأينا الحقيقة وهكذا. نعم. أيضا السيدة أحلام حضرتك كمان وأنت عم تحكي بهذا الأثر والتأثير الموجود والدمعة بعينك لما شفتي هالشباب، يعني إن شاء الله يا رب منشوفهم دائما هيك متفائلين ومبسوطين، يعني الدورات اللي عم تقدمون المبادرات اللي عم تقدمون أحيت الروح بداخلهم، كمان أكيد ترك أثر حلو بداخلك، شو بدك تحكي لنا؟ هلا نحن كجمعية قبل الأزمة كان لنا هدف هو المقعدين، لأن اسمنا جمعية مقعدين، كان المقعدين اهتمامنا فيهم صحيا ونفسيا واجتماعيا ومتابعة لكل احتياجاتهم. الأزمة غيرت أهدافنا، صرنا بحاجة لأنه نكون على الأرض مع الوافد، مع الطفل المشرد، مع الجريح بالمشفى، مع الأهل المصابين بمصاب كبير أحد أفراد أسرتهم استشهد، مع السيدة اللي استشهد زوجها وهي فتية وصغيرة، مع البطل اللي واقف على المترس على بالجبال بالظروف بأي ظرف هو موجود. نعم. وقابع ومستمر للنهاية. فكل هاي الجوانب بصراحة كبرت فينا كثير الجانب الإنساني. نعم. مو بس فينا نحن، فينا وباللي عم نشعل اللي حوالينا. نعم. في لو في ناس إسا ما شايفة، نحن عم نحاول جاهدين لأنه نفرجيهم نحن وين، ونحن كجمعية مو كأشخاص، نحن وين وهن وين وكيف لازم هن يتجهوا باتجاهنا. نعم. ومثل ما قال الأستاذ بينت هاي الأزمة معادن الناس، وهدون الناس اللي إسا ما حسوا بالأزمة لازم يحسوا. نعم. حاجة فيه. نعم. سيد سميع الخطيب بكلمة أخيرة لسوريا شو بتحب تقول؟ حم الله سوريا. شكرا لإلك، طبعا نورت حلقتنا، وأيضا السيدة أحلام بكلمة أخيرة أيضا لسوريا الغالي شو بتحب تقول؟ والنصر وإن شاء الله يا رب سيدات سوريا ستبنى من أرحامهم، من سوف يخلق جيل جديد سيحمي وسيكون هو سيرجع مجدك يا سوريا بإذن الله. طبعا نورتوا حلقتنا من المشهد الاجتماعي، بنتمنى لكم كل التوفيق، وشكرا لحضوركم معنا السيد سميع خطيب، أهلا وسهلا فيك. وأهلا وسهلا فيك السيدة أحلام ديب. شكرا كثير لحضرتك. شكرا للتلفزيون للإعلام بشكل عام. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، الشكر موصول لكم، إلى اللقاء.